الثقافة الشرقية على غرار ما درس في خصوص تأثر البرتقال بالتفكير اليوناني. رجاء استسمحك فقط، الرجاء إضافة ملاحظات لا محاضرة موازية أو سؤال يوجه أو توضيح. هي التوضيح الذي أردت أن أقوله هو أن هناك شانة أثرت تأثيرا مباشرا في فهم القرآن، وهي الديانة الزرادشتية والديانة المانعية والديانة البوذية، وهنالك توابط في ذلك، وهذه ليست معناها خارج الموضوع وهو في صميم الموضوع الذي حصر وغرقنا في القرآن، وكان القرآن كجلد هليس الذي أصبح مدينة قرطاج. شكرا. هذا زيادة على أن الإسلام لم يكن غالبا بالفكر وإنما كان غالبا بالسيف. شكرا جزيلا. الرجاء اقتصار على إضافة ملاحظة أو طلب توضيح أو سؤال. أريد أن أبدأ باعتذارين، الاعتذار الأول أني مضطر للخروج دون انتظار الجواب لأني أذهب بعيد ولا أرى في الليل السياق. والاعتذار الثاني يتعلق بالتعبير عن إعجاب ولو. الإعجاب بالقسم الأول والقسم الثاني حقيقي وفعلي، ولكني في القسم الثالث يحيرني أمران، الأمر الأول مفهوم الشاهد، والأمر الثاني مفهوم الميت. عادة عندما نتكلم عن الأدب مثلا فإن الأدب ليس له شاهد يقابل اعتراضه. ماذا تقصد بالشاهد؟ وإذا تكلمنا على العلم فإن العلم ليس له شاهد، له أعيان ربما تنطبق عليها البنية العلمية ولكن لا شاهد على العلم، لأن العلم يتكلم عن شروط مثالية لا وجود لها فيما يسمى الواقع. والنص القرآن يجمع بين صفة انعدام الشاهد في الأدب لأنه يتعلق بالبناء المجرد للعلاقات ربما الاجتماعية والروحية، والعلم كذلك لا شاهد له لأنه يتعلق بعالم مثالي لا وجود له في الأعيان وفي الطبيعة. فماذا تعني بالشاهد؟ فلا القرآن تاريخي لكي يكون له شواهد، ولا القرآن قصة كما وصفتها لأحداث يمكن أن نجد لها شواهد. ماذا تقصد بالشاهد؟ المعنى الثاني عندما تقول إن ذلك يعود إلى فعل بفعل القصد من حيث هو ميثولوجيا، هذا لا يعني شيئا، أنت لن تفسر شيئا. يعني أرجعت القرآن إلى نوع الفاعلية الرمزية التي هي بنية ثابتة في تاريخ الفاعلية الرمزية، وصفها بكونها ميثولوجيا قد يكون حكما على أنها ليست حقيقة، ولكن بأي معنى نحكم على الميثولوجيا بأنها ليست حقيقة؟ إذا عندي مشكلتان معك، هي قضية يقص ما لا شاهد عليه، وطبعا هو يقص ما لا شاهد عليه، ليس في ذلك مشكل لا بالمعنى الأدبي ولا بالمعنى العلمي. كل بنية رمزية لا تحيل على أعيان واقعية، وإنما تحيل على بنى مجردة سواء كانت معرفية في العلوم أو خلقية في الأداء. وشكرا، وعذرا إن كنت عاجزا عن الانتظار للجواب. أعجبت كثير بالتدخل، نعمل انتقادات أو نقد أو كومنتات. سؤال بس، من فضلك فن القصر في الذكاء منها في القرآن وفي إطار الديمونستراسيون تاعك، ما تتصورش أنه حلقة مفقودة هي لونسيان تيستامون ولو نوفو تيستامون كي يحكي
كرابيه. اي باش يقول لي انا موجود باش نهضر تسجل عليه الاول. سعيد جبيد فهم التشكيل. انا حبيت نحكي على الوقت في اللقاء. والراحة والرجوع للإلقاء، معناها ثم ما نعرفش مقصود ولا الراحة كي نرجعوا في الوقت مقلوبين، معناها في الإلقاء كأنه الوقت معناها كما نقولوا نحن تا 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 كي تعمل الراحة نرجعوا مقلوبين في الوقت، معناها بمنطق موسيقي ولا بمنطق وقت ولا بمنطق إيقاع، معناها ما نعرفش هذا مقصود ولا فقط هي ملاحظه لانه بالدورات او مؤثرات اخرى الى ذلك، هذا يجب الفهم في اطار، لاننا في اطار فقط الحديث عن مثال عن خطاب هو الخطاب الديني. هذا الخطاب الديني، هذا الخطاب الديني حسب الطرح الذي قدم يتجاوز المقاربه الايمانيه وحتى ما يندرج في اطار المقاربه وقاربه التحديث الفكري من خلال الامثله التي قدمها الاستاذ وحيد. وهنالك بنيه موحده لهذا الخطاب. ليس الشاهد بمعنى التيمو، لانه ما يحقصه علينا النص القراني او غيره من النصوص الدينيه هذه التي معه لا يمكننا البرهنة عليها الا من خلال انها نصوص تدعو الى الايمان، فلا برهن عليها ماديا. لذلك فهذا الخطاب الديني او الخطاب النصي هو يحمل القصه وما يدعم بها موثوقيتها، لا من الناحيه الماديه المحسوسه كما في العلم، وانما من داخل بنيه هذا الخطاب الديني. سؤالي لان يقوم على التكرار وعلى بنيه تكاد تكون واحده كما في المورفولوجي دي كونت اساسا، اي الحظر تجاوز الحظر ولاحقا التكرار. فقط سؤالي وانا مقتنع بكل هذا، يعني اعمل تقريبا في نفس الشيء على نصوص اخرى. سؤالي هل بتمنينا مثل هذا الطرح على كل النصوص الدينيه ليس النص القراني فقط، الا نسقط في عدم ربما التفكير في بطرق اخرى في النص القراني او في النصوص؟ بمعنى اننا كل قصه دينيه في الخطاب الديني فانها سنجري عليها هذه المقومات من ناحيه كي تكون ستركتوراليستيا بنيويه دون ان نكتشف اشياء اخرى في هذه النصوص. شكرا. سي خالد بعد خالد بشير استاذ تاريخ وسيط. انا فقط اتفاعل مع ما بينته في الزمان الثالث يهمني كثير كمؤرخ، وفعلا في اعتقادي ان تدعيم او بلوره القران ككتاب مقدس هو او تمثل، وعجبتني الفكره في تغييب الحاضر. ما شاهد عليه اذا هو تحدث عن الماضي ثم تحدث عن المستقبل، وبالنسبه للحاضر هنالك بعض الاشارات، وهذا جيد في اعتقادي، وحتى قضيه زيد والتشبيه الذي قمت به ممتاز. ثم دائما في علاقه بالتاريخ قضيه المصاحف قضيه اساسيه في حرب صفين. فعلا انت اثرت نقطه تحير المؤرخين، كيف كانت او بلغ عددها المئات في ظرف تقريبا 4 أو 5 سنوات، هذا غير ممكن ان تكون مصاحف كامله، بل هي تاويل، هي صحف رفعت ضد من لم يقبلوا بمصحف عثمان، هذا متاكد. معناتها الجيشان المتقابلان، جيش معاويه ومن دافع عن عثمان باسم قضيه قديمه هي الدم، وفي المقابل الذين رفضوا المصحف، وفعلا عثمان كان ضحيه جمع الشمس. أنا أريد أولاً أن أشكر أيضاً المحاضر، لأن وراء هذا النص إذن جهداً كبيراً سواء على مستوى
على مستوى الجهد العضلي لتقديم هذا النص بالهواجس أو الأحاسيس التي صاحبت كتابته. ولأن هناك جهد حقيقي من هذه الناحية، ربما يذكرنا بأن القرآن يتلى، يعني لا ليس نصا صامتا، بل النص له صوت. وهنا المحاضرة إذا تنتمي إلى هذا الجو الديني للقرآن. رغم أن إذا الملاحظة الثانية دعيت تمر إلى تساؤل، وله أيضا علاقة بتلك الملاحظات أو تلك الإشارات التي تتهم بين غيرك في أنهم ينتمون إلى الدين أو إلى المنظومة الدينية أو إلى أفق الدين، رغم أنهم إن شئتم تحركهم إرادة تجديد الفكر الديني إلى آخره. السؤال الأول، أولا صح أعجبني أنشد الإحالة على أعمال هؤلاء وإخضاعها وإن بشكل مؤقت أو جزئي للمساعدة، هذا جزء مهم جدا، لا يمكن أن نبني أنشد سياقا مناسبا للنقاش حول القرآن إذا لم نناقش أعمال هؤلاء. السؤال الثاني الأول هو أنه إذا قلنا أن المجددين يطالبون القرآن بأن يخضع للعرش أو بأن يستجيب إلى محكمة العرش، ونعيب عليهم هذا الأمر، مثلا فلسفيا نستطيع أن نعيب عليهم أنهم مجرد تنميريين ولا يمكنهم أن يذهبوا بعيدا، لكن عندما أستمع إلى اللحن الثالث أو إلى الزمن الثالث وهو زمن السرد، فماذا يتكون لدي؟ يتكون لدي انطباع بأن المحاضر يقيم تقابلا بين إنشاد العقل والقصة والسرد، وكأن السرد يعني لا عقلانية أو لا معقولية له. طبعا فلسفيا هناك انتقال كبير من إشكالية العقل إلى إشكالية المعقولية، يعني يمكن أن يكون السرد آية في المعقولية، رغم أنه لا يخدم مصالح العقل بالمعنى الذي ضبطه الفلاسفة الجديدة. إذا المشكلة هو هل هناك هل لديكم هذا التقابل؟ وعندئذ مشكلة لذة النص هي المزعجة وليست عبارة الميتة. شكرا سي فتحي. سؤال آخر قلتي زوج السيفات هذا مزين بشيء خليل مزين بشيء مستمتع المعالم الجبلية. أنا شعرت في كثير من البهجة والسعادة هذه المحاضرة الضافية التي أطلعتني على القراءة يعني القرآن، لكنني شعرت بأن القراءة الثالثة والزمن الأخير هو في نوع من القراءة الجبلية للقرآن، فأسأله إن كان هذه القراءة هذه القصة فيما أبعد من الإيمان والإلحاد، يعني في القراءة ما بعد الدينية الحالية اللي في الفلسفة نسميها هكذا، يعني لأي شيء تصلح هذه القصة. ديريدا كان يقول ذات يوم عن الفلسفة، الفلسفة تصلح لطمأنة الأطفال، هل يصلح لطمأنة الأطفال مثلا؟ شكرا. قلنا الأخير أما هذه المرة هذه حتى واحدة من المرة هذه أحب أن أشكر أخي وصديقي أستاذ سعدي على ما أمتعنا به من فتح الآفاق فيما يتعلق بغباء محاولات وحوش تجديد، لأن هذا اللفظ استهلك كثيرا. مع كل حال لنرى طريقه اخرى من طرق الاتصال بالنص القرآن. حب التساعد ملاحظه هناك موديك تلك الجامعه نحاول جامعة الازهر، وبدا الشيخ الطنطاوي يقول انت شنو واحد من المفتيين العالم، قلت له يا خويا راه مش مكلف التفتي العالم ريال مؤمن، ولو علمت انا تونسي ان هذا الجامع سيتحول الى كنيسه كونيه لما اسسناه الاخ سيبر
سيدي عثمان وفاض كتاب زبك يهود اسلامي. اعتبر ان دون اصغر الكون ذات الحال كان اسلامي. هو كانوت له من المال ويكفي وله من التكنولوجيات ويكفي لتعبئه الناس على ادراك او على اقل تقدير فتح اعينهم على ما يمكن ان يكون في النص الاسلامي او في النص المؤسس او في النص المقدس بشكل عام من معاني الانسانيه البعيده. وفيق على شيء اخر، اعتقد انه لا سبيل الى فهم القران الا بربطه بالتجربه الانسانيه البعيده، بارجاع ما فيه من محتويات الى تجارب انسانيه، الانسانيه في العراق القديم، الانسانيه في مصر القديمه، الانسانيه في كذا. هذه الملاحظه الثانيه. فقط الان اتي الى ان يسماه اخونا السعفي ما لا شاهد عليه او ما لا شاهد. أعتقد أن ذلك هو أساس كل دين. ليس ثمة دين عقلاني أو يمكن أن يقوم على العقلانية. إذا تشوفوا الشيخ التونسي الأمازيغي تافدي ليها الكلمة بتاعه رددها هيجل، رددها كارل، رددها ديكارت، رددها خاصة متصوفين الإسلاميين. شو يقول فيها؟ يقول كريدو كويا ابسولو جيكو ميم سي سي ابسولو يسالو با اتر اوتر شوز كو سا سوف كو الا ان كلمه ابسولو لا تعني انفرا راسيونيل ولا نون راسيونيل مي سور راسيونيل. اي بور تيرميني جو فو دي كو توت لي تيوري ماتيماتيك توت كومونس بار ريكونيتر ce que nous appelons le phénomène ou le théorème de l'indésirabilité. C'est-à-dire que tout système mathématique, pas la physique, tout système mathématique est basé sur une notion préliminaire que vous ne pouvez pas démontrer. Vous décidez que cela soit ainsi. Par exemple, Boulle dit, moi je dis, moi, Georges Boulle, je dis x fois x égale x. Ce n'est pas x égale. Et vous avez la logique de Boulle. Vous avez la logique qui fait votre informatique. Donc, mais la chaîne là, je crois que c'est cette perspective-là qu'il va falloir un jour creuser davantage, y revenir pour penser ce que nous n'avons pas encore pensé, ou probablement, comme dit notre collègue, redire ce que nous n'avons jamais pu dire. Merci beaucoup. في القرآن لعلكم لاحظتم
أجبرونا على أن نظل داخل معقولة الدين. ثلاث مرات أي أن الذي أقوله في القراءات التي قرأتها أقوله فيه، لأن الأسئلة دائما تأتي من داخل الدين فأجبرتني على أن أكون داخل الدين، وما أقول هو متى أستطيع أن أقول. إن كلامك في الدين لا يهمني، وإن قرآنك لا يهمني، وإن حديثك فيه وإن ديني لا يهمني. أي متى أستطيع أن أتجاوز هذا الكهنوت وذلك الكهنوت والكهنوت الآخر الثالث؟ هذه هي مشكلتي. إن تعالجت ولكنها هي في الواقع هي سعادتي في أن أفهم هذه الأشياء، أن أفهم الكهنوت، ولكن أحاول وأنا أشعر أنني في بعض الأحيان أصبح كهنوتا، أن أرد من خارج الكهنوت، أي أريد أن أتخلص من هذا. أول ما هو فيه في الشاهد، وهو في الفلسفة يعني شيء، وهو في الدين يعني شيئا آخر، وهو في القصة الأدبية يعني شيئا آخر. نعم، ولكن هناك دراسات كثيرة في الدين، والآن كل الأديان اللي قال سي حمادي بن جبل الله، كل الأديان تستعمل نفس الطريقة. نعم، ولكن كل الأديان تكتب في شيء اسمه غاكونتي أو بيرسوادي، ونحن لم نكتب بعد. إذا ما رأيتم نصوصا في المسيحية في الأناجيل أشرت إلى شيء منه، ولي المرجع في ذلك أن لو بروسي لجيسو كريست، الكلمة ليست لجيسو، الكلمة هو الذي نحنه والمدينة التي تحكمه. لماذا؟ لأن بوغ بيرسواتي لأن المحاكمة هي الحق، وأن الشر قد تم. فالذي قلت هذا الشاهد الذي اسمه إبراهيم، هذا الشيء يسوع موسى، عندما انتقلنا إلى الحياة العربية الساعة نشأ القرآن، تغيب أرك الغائبة. لماذا؟ وأذهب الآن إلى التاريخ، التاريخ قتل فينا أشياء، ليس الدين فقط. وجه القراءة اتجاه ما حتى لا نرى هذه الأشياء. وعندما آمنا بالمصحف، إذا يمكن أن نراه يرفع فوق سنة الرمال، لماذا؟ وعندما تقول ليس هناك مصاحف يومها، لا يغير ذلك شيئا. هذه المشكلة، أن فنية القصة تصبح هي الأصل، والأصل غائب، وهو الذي قلته. عندما أقول ماذا أرى في الدين، أرى صومعة، أرى كتابا مزين، أرى مفتيا، نعم، لأن الفكر غائب. فأخذت هذه النقطة، لماذا الفكر غائب؟ لأنه أمس ولأنه اليوم يغيب الفكرة ليجعل الحياة كلها إنستريمتي. والإنستريمتي ما هو؟ هو أن تحيي فيك الماضي. فإذا كان الماضي هو المهم، فإنني اليوم أحيا بهذا الماضي. هذا تساؤل فقط، وأنا أقول في القصة لماذا وضعت القصة؟ وهناك شيء لعله لم أفسره، ولكن هو الحق أصل القضية أردت أن أقولها. خلينا نفتح روحي شوي. أن كل شيء في الدين بالنسبة إلي، وهذا لا
على أحد ولا أنادي به في الساحات إلا أن كل شيء في الدين جعل عرزا. عرز سمع يعني كل الأحداث التي وقعت هي رموز. يعني عندما أقول لماذا الحديث عن التين فلأن التين كان هو ذلك يومها الصناعة أو الماء كان هو كذا أو أي القصة تريد رمزا. ولكن في شيء في عالم الإيمان تنصب الله على ذلك الرمز. هذا هي فأردت أن أقول لكم وبكل بساطة وبكل تواضع إنني أرى الرمز في كل شيء، بل في بعض الأحيان أذهب أكثر وأقول إن كل شيء رمز وإنني رمز. أبو يعرب المرزوقي وأشكره شكرا على عبارات الود التي قالها وأنا أعرف زمن، وأسف أنه خرج لأنني سأقول فيه كلاما جميلا. بالنسبة إلي أبو يعرب المرزوقي هو رمز. لماذا؟ لأن واحد اسمه حبيب المرزوقي خرج في يوم من الناس على اسم على الناس باسم أبو يعرب. لماذا؟ سمى ابنه يعرب فسمى نفسه أبو يعرب. لماذا يعرب؟ في العرب الزائدة يعرب هو الذي وضع اللغة العربية. وتلاحظون أن أبا يعرب المرزوقي منذ ذلك التاريخ أصبح يتكلم بالعربية وأصبح يناقش بالعربية وأصبح يتفلسف بالعربية وأصبح يقوم في الإسلام بالعربية. وغاب أبو يعرب الفيلسوف الذي تربى في مدرسة إذن كلنا نحمل، يعني ليس هناك شيء مجالي في حياتنا، ما نفعله هو النتيجة ثم يغيرنا. وجدت أبو يعرب لما وصلت أبو يعرب الأول الذي التقيناه في البهوي، فشيء من فتح تقلب العام 85 ما شفناش بعض، وبعد قلبهم لا أرى وشفنا. وذكر حادث في 85 سافرت مع أبي يعرب إلى اليونان في مهمة. كان أبو يعرب يومها رئيس مركز الترجمة هناك في بيت الحكمة، وكنت أنا رئيس ترجمة في وزارة الثقافة، فسافرنا معا في مهمة وقضينا يومين في أثينا. كان أبو يعرب معي يفسر لي فلسفة اليونان وأصنام اليونان وآلهة اليونان. فمن هو؟ آخذه مثالا لأنه يمكن أن آخذ مثالا ولكن لا تعرفون الإنسانية باسم يحمل على هذا الأمر. ما أردت أن أقول إذا أننا نحمل فينا هذا الأب الكامن فينا الذي هو رمزنا الذي جاءنا من الميت التي نعتقد فيها. اسألني عن ميت ونقول للجميع الميت هو قصة في الاعتقاد. وسامحوني عند اليونان من قبل الفلاسفة يعرفون ذلك. الميت سي لو ريسي ولو ريسي سي ليستوار اوسي. والمؤرخين كانوا يعتبرون ان كلامهم بل يقولون نحن نكتب في الميثوس. اذا لا يعني القصه الباطله، لا يعني كذبا وبهتانا، بل يعني ما اعتقد فيه هو الحقيقه. والدين ما هو؟ هو ما اعتقد فيه هو الحقيقه. عندما ينتقل الان ويصبح ثقافه هي ثقافتي، حتى وان كنت لا أؤمن به دينا
يسيرني. لا أستطيع أنا يعفوني أن أتكلم دون شواهد هذه من القرآن، لأنني وجدت أن القرآن يقدم لي الشاهد تسبب أن أقول مثله، وصور آيات التحدي كما تسمى أن لا تكتب مثله، أن لا تقول مثله، الحظر هي التي تجعلنا نقول كلام مثله، لأنه وضع حظر، والإنسان بطبعه يتجاوز الحظر، وهذا قلته في اللغتين. لا تشرب الخمر، لا تفعل كذا ستفعل، على الأقل أن تجرب. فقلت أنا إذا قال لا تقص فإن القص هو أساطير الأولين، فمعنى ذلك أنه يريدني أن أقص، لأنه هو نفسه يقص أساطير الأولين. الأساطير هو النظام المعرفي الذي سميته، الاعتقاد هو هذا صفة. هل قراءتي هي قراءة مضادة للقراءة؟ لا، بالعكس، أظنها تندرج فيها بالكلية، تندرج فيها. لماذا؟ لأنها رأت في القرآن شيئا، ويمكن أن نرى فيه شيئا آخر لنقدم قراءة أخرى. وعندما أقول تعلمت بعض السحر من عبد المجيد الشافعي أو محمد أركون، فإن محمد أركون في كتاباته كثيرا ما يقول لك ولكن محمد أركون لم يفسر يوما ما معنى الاستيوبيتيك. دونك فسمحت لنفسي إن شئنا أن أندرج في هذه القراءات بطريقتي بزيي بأسلوبي دون شك، ولكنها ليست خالية من عقل. أنا لا أفهم القصد إلا من خلال أدوات المعرفة التي مكنتني من فهم القصد، من اللسانيات أولا، من علوم الإنسان ثانيا، فحاولت في إطار هذه القراءات التي تنحو عن التجديد أن أنحو هذا المنح، ولكن في إطار هو المسؤول عنه فقط. بالنسبة إلى السحامات وصلت. إذا هناك اتجاهات، وهذه الاتجاهات
هي قراءة جمالية للقرآن باريستي كلمة فلسفية تزاوي. أنا عندما أقول أنه الكلام الجميل والكلام الجميل لا ينظر فيه إلا بكلام جميل لبوي بوباسكي لبوي كما يقول أرسطو نوم الدنيا. والقرآن كلام جميل والشعر كلام جميل، ولذلك تهمة في الكلام الجميل القصص. يعني حتى الشعر ليس هو القصيد بل هو ظروف نشأة القصيد. وانظر الذي قلت الثقافة تتأثر بأهلها. أسباب النزول ما هي؟ عندما كانت لهم للقصيد قصة إطار تسمى ظروف نشأة القصيد، جعلوا الصورة نفس الشيء، الصورة لها ظروف نشأة مثل الشعر، فقالوا ظروف نشأة الآية أو الصورة هي أسباب النزول. فإذا المعنى الذي أردت هو أن تكون هذه الثقافة في تواصل، بعضها يربط بعض يشد بعض، ولكن أن يمكن أن ننظر فيه بالطريقة هذه بطريقة طبعا ليست الفيلسوف ولكن أيضا طريقة الباحث في الأدب والحضارة والدين وهذا المجال بعيد عن الشخص. فما حاجة ما جاوبش عليها؟ حرباء. نعم؟ حرباء. نار حرباء. ستنت أنا أقول يعطيكم للناس. يشوفوها في الصحراء وهي تعرفها مدورة العينين. فقالت العرب إن الحرباء لا ترى إلا مدار عينيها، ولما كانت في الرمل فماذا تفعل كاملة اليوم؟ تأكل الرملة تظن أن الرمل سينتهي نظرا إلى أنها لا ترى الرملة. فجعلوا قصة في الحرباء أميت أوفيت اللي الحرباء تتغذى بالرمل أولا، وثانيا تظن أن الرملة فتأكل صباح ومساء الرملة قد يديم في الرملة. الآن إذا شئنا أن نبحث في الحرباء ماذا تأكل؟ تأكل ليس ساكت لا تأكل الرملة أبدا. ذكرتها لأن في بعض الأحيان بعض العلماء في الإسلام يقولون أن الإسلام أن القرآن لا مخيال له الذي مجيئه، وأنه لا يرى إلا ما دار عليه، أي لا يرى إلا قريش ولا يرى إلا قبيلة من قبائل العربية. الذي أردته في المثال هو أنه كان في صحراء، ولكن كان ينتقل صاحبه، يبدو أنه كان يغيب ستة أشهر ثم يعود. أين كان؟ لابد أنه كان يتعلم، والسفر كان تعليما. فأردت أن أقول إنه يحمل كذلك عن مجده مخيال، وليس هو كالحرباء وضع لشيء وهو لشيء آخر. أردت أن أقول إنه شيء آخر. شكرا لكم وأعتذر.